العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برجزبة البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الرابع من الكتاب الثاني، كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا المسلم بقى نادرا ما تجده في هذا الزمان. عايز تجده زور المقابر، مات. اذا اردت ان تجد مسلم سلم المسلمون من لسانه ويده تعمل ايه؟ تزور القبور. ماتوا وكبرنا عليهم اربع، طب والوقت اللي عايشين قاعدين ياذوا بعض باللسان وباليد. المسلم الكامل، انما الوقت يبقى المسلم ناقص. يبقى اما النبي يقول للمسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، يعني المسلم الكامل، الكامل الاسلام، فاهم؟ هو ده. باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للامام البخاري في صحيح الحديث العاشر، قال حدثنا ادم بن ابي اياس، قال حدثنا شعبه، هو شعبه بن الحجاج، عن عبد الله بن ابي السفر واسماعيل اللي هو ابن ابي خالد، عن الشعبي اللي هو عامر بن شراحيل الشعبي، كان من اصحاب المذاهب المجتهد، يعني مجتهد لو مذهب منفصل، فهمت ازاي؟ زي الامام الشافعي كده، زي الامام الاوزاعي، زي الامام سفيان الثوري، دول ايه؟ اصحاب مذاهب منفصل، مجتهد مطلق يسميه، فهم؟ عن الشعبي، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص أسلم قبل أبيه، وأسلم قديما، وأبوه أسلم قبل الهجرة، قبل فتح مكة بحاجة بسيطة، بين صلح الحديبية وفتح مكة، أبوه، الفرق بينهم في السن قد إيه؟ 11 سنة، يعني كان يمشوا مع بعض كأنهم إخوات، عبد الله وعمرو بن العاص، عبد الله ابنه، الفرق بينهم 11 سنة، زي أخين كده. أسلم قبل أبيه وجمع فتح مصر وقعد مع أبوه هنا في فتح مصر، عبد الله بن عمرو. وبعدين لما توفي اختلف في مكان دفنه، قيل الطائف وقيل مصر وقيل مكة وقيل المدينة، اختلف فيه، مش معروف مات ودفن فيه، لأن أبوه مات قبله، ودفن هنا عمرو بن العاص في مصر في مسجد عمرو بن العاص عشان الوهابية ما يروحوش يزوروا فيه، بس في مكان اتجاه القبلة غير معلوم، كويس؟ دفن في مسجده عمرو بن العاص. هل بعد وفاة أبيه ترك مصر وعاد إلى المدينة فمات هناك، أم ترك المدينة بعد وفاة أبيه بسبب إيه؟ الفتن بتاع بني أمية، وقعد في الطائف زي سيدنا عبد الله بن عباس كده، قعد في الطائف ومات فيها، ولا مات فين؟ مختلف في مكان وفاته رضي الله عنه. وكان فقيه، وكان عالم من علماء الصحابة، وكان قارئا كاتبا، وأكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمرو بن العاص ما يقول كلام موقوف عليه، ولا سبيل للعلم به إلا عن طريق وحي مندوش حكم مرفوع، ليه؟ لأنه طالع التوراة والإنجيل، ده يكون جابهم التوراة والإنجيل. لكن أبو هريرة كان لا يقرأ ولا يكتب، فلما يجي أبو هريرة يقول حاجة لا سبيل لمعرفته إلا عن طريق الوحي تاخد حكم المرفوع عند أبو هريرة. أبو عبد الله بن عمرو يقول لك احتياطي، تكون جامع من كتب إيه؟ الإسرائيليات، احتياطي. ليه؟ لأنه كان قارئا كاتبا مطلعا، يعني باللغة المعاصرة دلوقتي مثقف واسع الاطلاع رضي الله عنه.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وده من عظيم بيان فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسبق بمثل هذه الصياغات، صياغات عجيبة نبوية منورة. جاء في أمة عربية فصيحة فاجأهم بفصاحته صلى الله عليه وسلم. شوف المسلم من سلم المسلمون من لسانه وياه، الترتيب ده في الكلام ده بالجمال ده مع مراعاة تناغم الألفاظ والكلمات مع بعضها لا تجدها إلا في أنوار النبوة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه. طب في مسلم المسلمين بيتأذوا من ايده، يبقى مسلم غير كامل، فليس نفي لحقيقة الإسلام ولكن نفي لكمال الإسلام. يبقى المسلم الكامل هو الذي يسلم المسلمون من لسانه، يعني لا يؤذيهم بلسانه ولا يغتبهم ولا يشتمهم ولا يسيء معاملتهم باللسان، ويده يعني لا يجرحهم بجوارحه، ويده هنا ممكن يتطاول عليهم باليد فيضربهم أو يتطاول أموالهم فيأخذها، ويده هنا يعني المقصود بها يدي ورجله كمان ما يسعاش في إزاء مسلم، يبقى يدي هنا رمز للجوارح. فهم؟ يبقى سلم المسلمين لسانه يعني أقواله، ويده يعني أفعاله. يبقى لابد أن يسلم المسلم من أفعالك ومن أقوالك، وإلا ما تبقاش مسلم كامل. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، بيجبر بخاطرنا رسول الله لانه قال لنا لا هجره بعد الفتح. طب احنا عايزين ناخد ثواب الهجره، هنعمل ايه؟ مفيش هجره بعد الفتح. فقال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه جبرا لخاطر الاجيال كلها الى يوم القيامه، عشان يبقى لك نصيب من الهجره. فالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله والإمام البخاري، وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر. مين عامر؟ اللي هو الشعبي، عامر بن شرحبيل اللي هو لسه شرحيل، عامر بن شرحبيل اللي لسه جايبين سيرته. وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر اللي هو الشعبي قال: سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشعبي ساعات يدلس، يعني ساعات، وانت عارف المدلس لما يقول عن نخاف لا يكون اسقط حاجه. الشعبي صحيح ثقه الا انه كان يدلس احيانا اختصارا عشان يختصر الاسناد، مش علشان يعني يغش الناس، لا، تلامذته كتير وبيجلس يعلم الناس كتير، وبالتالي احيانا يدلس اختصار. فالرواية الأولانية شايف بيقول لك إيه؟ عن الشعبي عن عبد الله بن إيه؟ ابن عمرو. الشعبي يقول عنه. احتمال هنا. يوم يجيب لك الرواية الثانية، عامر قال إيه؟ سمعته، صرح بالسماع. صرح إيه؟ بالسماع. يبقى حل لك الإشكال. فهمت؟ شفت الإمام البخاري بقى لطيف إزاي وجميل في تأليفه وتصنيفه. لأنه كان عنده ذكاء وكان عنده أيضا نقاء روحي، فعلشان كده تجد كلامه منور. ولا يدرك أنوار الإمام البخاري إلا من كان في قلبه نور، لأن فقد الشيء برضه لا يعطيه. اللي في قلبه ضلمة يقرأ البخاري يلاقيه ضلمة، واللي في قلبه نور يقرأ البخاري يلاقيه كله نور. القرآن نفسه اللي يقرأه في قلبه مرض يزيد ضلال، واللي يقرا القران وقلبه فيه هدايه ازداد هدى. وقال ابو معاويه حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الاعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل دي متابعات، كل دي سموها ايه؟ متابعات، يعني اسانيد مختلفه لخبر واحد. باب أي الإسلام أفضل. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي، اللي هو يحيى بن سعيد القرشي أبوه،
قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى. دول إيه؟ من ذرية سيدنا أبو موسى الأشعري، أحفاده أولاد أولاده بيروا عن بعض. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. أي الإسلام أفضل؟ يقصد أي الإسلام من المسلم، ومش بيسألين عن الإسلام، ده بيسألين عن الأشخاص والأفراد، مش الإسلام كدين، الأفراد المنسوبين للإسلام. أي الإسلام أفضل؟ يعني أي المسلمين أفضل؟ فهمت بقى إزاي؟ لأن لو كان السؤال على الدين فالدين عند الله الإسلام، فهو الإسلام الأفضل. لكن لما يقول له أي الإسلام أفضل، يعني أي المسلمين المنسوبين للإسلام أفضل. قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب إطعام الطعام من الإسلام. وعن أبي قال حدثنا عمرو بن خالد، ده سكن مصر، قال حدثنا الليث، ليث بن سعد عالم مصر، عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو. قال ده إسناد مصريين كلهم من أوله لآخره، كل ده إسناد مصريين، كل دول خدت بالك أسانيد المصريين مهمة دي. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو. وعبد الله بن عمرو قاعد في مصر، فهمت بقى؟ ده إسناد مصريين، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الإسلام خير، يعني أي المسلمين خير. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ما قالش تسلم، قال تقرأ السلام، عشان كمان لو بعت رسالة مكتوبة، لو بعت له مسج، شفت بقى، قال لك تقرأ السلام، يعني فيها بقى ايه؟ فيها تسلم بأي طريقة من طريق التسليم. أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام، يبقى إطعام الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. دي على من بقى الإيمان، إن الإنسان يحب الناس ما يحب لنفسه. وإحنا قايلين إن كل خلق الله إخواتك، بدليل أول آية في سورة النساء، خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني بينك وبين كل خلق الله رحم. فهم؟ باب من الإيمان أن يحب لأخيه، يبقى لأخيه في الإنسانية، ما يحب لنفسه. ولولا أنك أنت بتحب لأخيك في الإنسانية ما تحب لنفسه، ما دعوته للإسلام أصلا، ما دعوته حتى الكفر للدين. لأن لما أنت دخلت في الإسلام وشفت حلاوته وبشاشته وعلمت أن فيه النجاة، تتمنى ان كل الناس تبقى تدخل في هذا الدين العظيم، وتبقى داعية لهذا الدين العظيم في بلاد غير المسلمين، وفي بلاد المسلمين تبقى اسمك ناصح، امين. لكن الوقت يبقى الداعية يعيش في بلاد المسلمين، بيدعو المسلمين للاسلام، شيء عجيب، يسمي نفسه داعية اسلام، وساكن فين؟ في الازهر. الله، بقى الازهر مستني داعية اسلام. الازهر يا اما يطلع علماء، يا اما يطلع وعاظ، واخد بالك، قارئ قران، انما داعيه اسلامي ده يبقى قاعد في اوروبا، قاعد في بلد كافر. فهمت ازاي؟ فانا بكره كلمه داعيه اسلامي في بلاد المسلمين. داعيه اسلامي يبقى روح في بلاد غير المسلمين، اقعد عيش هناك بقى، اسمك داعيه صحيح، تدعو غيرك للاسلام وتعيش معاهم تعلمهم، مش يخرجوا الاسبوعين يقول لك احنا دخلنا قريه كامله في الاسلام وبعدين سبتهم، ما رجعوا تاني للكفر تاني يوم، لانه ما تعلموش حاجه، هو قالوا اشهد ان محمد رسول الله وانت قاعد قدامهم، وبعدين انت سبتهم وحجزت في الطياره وروحت، طيب عملوا ايه؟ تاني يوم رجعوا لعادتهم القديمه،
يقوم ايه يدعي يقول لك اصل انا في الاف دخلوا على ايدي الاسلام، الاف دخلوا على ايدك والاف خرجوا لانك سبتهم. فاهم؟ دخلوا على ايدك الاسلام تعيش معاهم. شوف الصحابه يفتحوا البلاد يتجوزوا فيها ويعيشوا فيها لحد ما يموتوا. ادي الصحابه عملوا كده، يفتح البلد والناس تدخل الاسلام يعيش فيها ويتجوز منهم ويربي عياله فيها ويعيش معاهم طول عمره لحد ما يموت ويبقى قبره فيها. يوم الاسلام يستمر. انما تنط لي كده تقعد لي اسبوع وتقول لي انا في قرى دخلت وبعدين سبتهم، سبتهم وبعدين يا حبيبي عملوا ايه يا حبيبي؟ تروح زورهم كده تاني هتلاقيهم لسه زي ما هم، ما عملوش حاجه. فاهم؟ فتبطل الغش اللي بيحصل في هذا الزمان. عايز تدعو للاسلام يبقى اقعد في بلاد غير المسلمين وعيش هناك واتجوز منهم وخليهم يدخلوا على ايدك واقعد علمهم الصلاه والصيام وحسن المعامله وربي عيالك معاهم وعيش معاهم لحد ما تموت معاهم. سعيتها صحيح هتبص تلاقي البلد دي تفضل مسلمه قرون وتبقى في صحيفه حسناتك وانت في قبرك. من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن أبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس. هذا إسناد كله كوفيون. ده الإمام البخاري قاعد يديلك يعني إيه لطائف وأنت مش واخد بالك. إسناد كله مصريين، إسناد كله كوفيون، إسناد كله بصريون. ده بيلعبك بإيه؟ بيلعب عقلك وعلمك في بالرجال وعلم الحديث بحيث يؤنسك. قاعد كده تتعجب من سلاسل الاسانيد وجمالها وحلاوتها وتناسقها ورجال في اعلى درجات الضبط والعداله وكلهم من بلد واحده. يعني الامام البخاري كان بديع في تصنيفه للكتاب، لكن لا يدرك هذه المعاني الا اللي عنده يعني بصيص نور وعنده ادوات ليفهم هذا الكلام. وعن ابي قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد القطان عن شعبة وابن الحجاج عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن احدكم يعني الايمان الكامل، الايمان اللي هو يدخله الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب. الايمان الكامل اللي فيه النجاة الكاملة انك تحب لاخيك ما تحب لنفسك. مفيش احقاد، مفيش عداوات، في تسامح، في التماس العذر، في التناصح، في المواساة، سلام. تبقى وجوده سلام مش وجوده دمار وافساد وفساد. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه. ممكن اخينا تفهمها اخي في ايه؟ في الانسانيه، عشان توسع دائره الايه؟ لان النبي رحمه للعالمين. فيبقى اخينا اخي في الانسانيه. ما يحب لنفسه. ويبقى اخوه في الاسلام من باب اولى. لان المسلم ليه حقين، حق الاخوه وحق الاسلام. ولو كان جارك ثلاث حقوق، ولو كان قريبك اربع حقوق وهكذا. تزداد الحقوق على حسب العلاقات، كل ما تزداد العلاقات كل ما تزداد الحقوق وتبعاتها. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان لا شك، بل هو ركن الإيمان، الركن الأصيل. لأن العبادة واتباع النبي بغير حب كروح بلا إيه؟ بلا جسد. عبادة ميتة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. ميت غير ميت. ميت يعني ميت في الحياة، إنما ميت يعني يقول إلى الموت. إنك ميت وإنهم ميتون يعني سوف تموت ويموت كل الناس. إنك ميت وإنهم ميتون. ميت غير ميت. إنما ميت يعني مات في الحياة. أو من كان ميتا فأحييناه. أحييناه إيه؟ بحب النبي واتباعه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وعن أبي قال حدثنا أبو اليمان
قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة السلسلة الذهبية اللي سيدنا أبي هريرة. أبو الزناد هو عبد الله بن زكوان التابع عن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز دفين الإسكندرية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فوالذي نفسي بيده. دعاء النبي المحبب كل ما نسمعه كده نفتكر النبي والذي نفس محمد بيده، حاجة كده دعاء محمدي محبب للنفوس وللأذان استعمله النبي كثيرا. فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. ولم يذكر نفسه هنا لأن الحديث مختصر، الحديث مختصر يعني حتى ونفسه، لأن في روايات تانية فيها النفس، حتى أكون أحب إليه من والده. حب الوالد فيه إجلال وتوقير، وحب الابن فيه شفقة وإحسان، يعني كل أنواع الحب. حب النبي ده تحبه بجميع أنواع الحب، بالتوقير والإجلال والتعظيم وبالإحسان وبالمودة وبالرحمة، كل أنواع الحب. لدرجة أن بعد كده يبتدي الأول حب النبي بالعقل زي ما اتكلمنا في خطبة الجمعة، أنه يبتدي الأول حب النبي بالعقل، لأن سيدنا عمر لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي ومالي والناس أجمعين، فقال يا رسول الله أحبك أكثر من كل شيء إلا نفسي، لأن العقل بيقول كده، الإنسان يقدم نفسه الأول، الغريزة بتقول كده. فسيدنا عمر بيتكلم بالعقل، يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له لا حتى نفسك يا عمر. سيدنا عمر أدرك إن نفسه لولا رسول الله لكانت هلكة، فأدرك فعلا إن يحب النبي أكثر من نفسه، لأن إذا كنت أنت بتحب نفسك بتمنعها من الهلاك. طب مين اللي منعها من الهلاك أصلا؟ هو النبي، لأن لولاه ما عرفت الله، ولولاه حتى ما خرجت من العدم. فلما سيدنا عمر أدرك الملمح ده على طول فهم إن حب النبي، العقل يوصلك فعلا إن حب النبي لابد أن يكون أولى عندك من نفسك، والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا أدركت ذلك دخل قلبك فصار حب وجداني يختلط بقى بلحمك ودمك، اللي هو الحب بقى اللي يعيش معاك ويموت معك ويرقيك الله على مقتضى هذا الحب. عشان كده الرسول يقول ايه؟ احب الله لما يغذكم من نعمه، يعني بالعقل كده. العقل بيقول ان الانسان يحب من يحسن اليه. مش العقل بيقول لك كده؟ الناس فطروا على هذا؟ فالرسول يقول لك احب الله لما يغذكم من نعمه، واحبوني لحب الله لان انا بقى رسول من يغذيكم. واحب ايه؟ آل بيتي لحبي. صلى الله عليه وسلم. ابتدي الاول بدليل عقلي، فإذا استقر الدليل العقلي دخل القلب، خلاص بقى عقيدة. الأول يمر على العقل تلاقيه إنه هو فعلا معقول كده، يروح داخل القلب صار عقيدة. فهمت بقى؟ فيختلط بقى إيه بسلوكك طول عمرك. لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل، حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وعن أبي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم اللي هو الدورق قال حدثنا ابن علي اللي هو إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن صويب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حال وتحول الإسلام. قال وحدثنا آدم قال حدثنا شعب عن قتادة عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وانت من الناس، والناس أجمعين انت داخل فيهم، يعني حتى من نفسك بقى لان انت من الناس. باب حلاوة الإيمان. واللي يذوق حلاوة الإيمان ما يكفرش خلاص. عارف كل اللي بيرتدوا دول وتسمع عنهم كانوا مسلمين وارتدوا، ده لم يذوقوا حلاوة الإيمان، لم يذوقوا حلاوة الإيمان. لو ذاقوا حلاوة الإيمان
لأن من علامات ذوق حلاوة الإيمان أن يقرأ أن يعود للكفر كما يقرأ أن يلقى في النار. فكونه رجع للكفر يبقى ده ما ذاقش حلاوة الإيمان لسه. ولا حب النبي الحب المظبوط. لأن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. يبقى اللي هو ارتد ده لا حب ربنا حب شديد ولا حب النبي حب شديد ولا كمان إيه؟ ولا ذاق حلاوة الإيمان. للأسف. باب حلاوة الإيمان. وعن أبي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. دليل إن إيه؟ إن في مؤمن ما عندوش حلاوة. إيمانه بلا حلاوة، إيمان بمرارة. زي الجماعة اليهم اللي أنت عارفها. إيمانهم جه خراب على الأمة، يقتلوا المسلمين. يكفروا المسلمين. منذ أن نشأوا لم يقتلوا إلا مسلم. لم يقتلوا كافر أبدا منذ أن نشأوا. يعني خرابوا وبال على هذه الأمة. يبقى دول ما ذاقوش حلاوة الإيمان، عشان كده تلاقي كل اللي ارتد في هذا العصر هو الذي ينتمي لهذه الطائفة. اللي كان بيعيش بهذا الفكر هو ده اللي بيفقد إسلامه وإيمانه. ليه؟ لأنه لم يذق حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يجد أن يكون الله الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. تحب المرء لله يعني إيه؟ لأجل أن الله أوصاك بخلقه فتحسن حتى لمن أساء إليه. يعني أنت مش بتحبه لأجل أنه بيحسن إليه، أو بتحبه علشان هو يعني روحه لطيفة كده وأخلاقه جميلة علشان كده أنت بتحبه. لا، ده أنا بحبه كده لوجه الله، لأن ربنا وصاني على خلقه أجمعين. خيركم عند الله إيه؟ أكثركم إحسانا، الخلق عيال الله. وأقربكم عندي إيه؟ أحسنكم لعيالي. يبقى تحب، أدي حب في الله كده. حب في الله يعني إيه؟ يعني تتحمل الناس وتحمل عنهم وتصبر عليهم وتلتمس لهم الأعذار وتنصح لهم وتعفو عن ظالمهم وتأخذ بيد مظلومهم وضعيفهم. يبقى أنت بتحب كده لله. انما لو بتحب البني ادم عشان احسانه لك يبقى انت مش بتحبه لله، ده انت بتحبه عشان احسن اليه. حب لله حاجه ثانيه. وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. نسال الله ان يرزقنا حلاوه الايمان. باب علامه الايمان حب الانصار. من علامات برضو الإيمان إنك تحب المؤمنين اللي نصروا الدين وأعزوا الدين، وربنا أجرى عزة الدين على أيديهم. ولا شك أن الأنصار ربنا أعز بهم الدين وإيه وفتحوا ديارهم وبلادهم للإسلام والمسلمين، حيث كان كل بلاد الأرض جميعا منغلقة أمام الإسلام وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحوا بلادهم وديارهم وواسوهم بل آثروهم على ما هم فيه. لا شك اللي ينظر للانصار على ذي الوجه لازم يحب الانصار، لا شك في هذا، لان حبك للدين وحبك للنبي يجعلك تحب كل من نصر هذا الدين ونصر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. باب علامة الإيمان حب الأنصار. وعن أبي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار. أنس ده خزرجي أنصاري، فطبعا بيتباهى بهذا الحديث لما يسمع حاجة زي دي يحبها لأنه هو أنصاري. قال: آية الإيمان حب الأنصار. والأنصار اللي هم إيه؟ الأوس والخزرج، وكانوا أولاد عمومة، كانوا قبل ما يسموهم أنصار كانوا إيه؟ يقال لهم بني قيلة، لأن هما الاثنين كانت أمهم واحدة اسمها قيل فنسبوا إليه، ثم تفرعت بعد كده وبقوا أولاد عموم. بعد ما نصروا النبي بقوا اسمه الأنصار، خلاص نسينا الأوس والخزرج، بقوا كلهم حاجة واحدة الأنصار.
قال آية الإيمان حب الأنصار، والآية هي العلامة الواضحة، وآية النفاق بغض الأنصار، زي برضو إيه حب علي علامة الإيمان وبغض سيدنا علي علامة النفاق. سيدنا علي قال كده في الحديث اللي قريناه في صحيح مسلم أيام كنا بنقرا، والذي برأ النسمة وفلق الحبة إنه لعهد رسول الله لي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. يبقى كل الجماعة النواصب اللي نصبوا سيدنا علي وذريته الأعداء دول كل دول منافقين بنص إيه؟ بنص الحديث أهو. طيب والذي برأ النسمة، ده بيحلف سيدنا علي، والذي الوجه وهو القسم، والذي برأ النسمة وفلق الحبة إنه لعهد رسول الله لي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. نشهد الله أننا نحب الأنصار ونحب سيدنا علي صلى الله عليه وعلى النبي عليه السلام، سيدنا علي عليه السلام. باب وما قالش عنوان، باب وما قالش عنوان، دليل ان هو تبع للايه للباب السابق، لكن فصل بباب علشان يجعله شاهد مش متابع، لان كمان الشواهد اعلى، اللي هو يجي اول حديث في اول الباب ده اعلى الاحاديث، فاراد ان يعلي لك الحديث ده، فلو ما قالش باب كنت هتقول عليه ده تابع، ده من المتابعات، لا يحط لك باب وما يقولكش عنوان، يعني في نفس الموضوع السابق، بس هذا ايضا شاهد بنفس قوة ايه الحديث السابق. باب. وعن ابي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب قال اخبرني ابو ادريس عائد الله ابن عبد الله ان عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان ايه برضو انصاري خزرجي سيدنا عبادة بن الصامت، أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني، ده في بيعة العقبة كان حاضرها مين؟ عبادة بن الصامت، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. ما قال لهمش على الجهاد، سموها بيعة النساء الأول، قال لهم بيعوني على النصرة وعلى الإيمان وعلى الطاعة لكن مش على القتال لسه، دي البيعة الأولانية تشبه بيعة النساء، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، لأن العرب كان حياتهم قبل الإسلام إيه؟ كل قبيلة تغير على القبيلة الأخرى تاخد إيه؟ خيرات، عايشين يسرقوا في بعض، قال لهم لا بقى غيروا نظامكم القديم ده، ما تسرقوش ولا تسرقوا ولا تزنوا، برضه ما تعيش إيه؟ بيبقى ليك علاقات نسائية إلا يا إما زواج يا إما ملك يمين، ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو، إياك إياك، ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، لأن كان مشهور عند العرب لما يبقى فقير ومراته تحمل وتولد يقتل ابنه، يقول لك هصرف عليه منين؟ وعشان كده ربنا قال لهم ولا تقتلوا أولادكم إيه؟ خشية إملاق، وفي سورة الأنعام من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، يعني إيه؟ افتراء الكذب، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، وفى بهذا العهد يعني، قال لهم هديكم مناصب هتاخدوا أموال، ما قالهمش، قال لهم إيه؟ أجروا على الله للجنة. عشان كده الأنصار نصروا الدين وأملهم في الجنة مش في الدنيا، وقال لهم كده تجدوا أثرة من بعد، ستجدون أثرة من بعد، يعني هيستأثروا بالمناصب إيه المهاجرين، هيستأثروا بالمناصب مش هتكون مناصب، سوف تجدون أثرة من بعد عشان يخلص ثوابهم عند الله في الآخرة.
فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا، دل على أن فعل المعصية لا يخرجه عن دائرة الإسلام، خلافا لما ذهب إليه الخوارج وبعض والمعتزلة أن فاعل الكبيرة بمنزلة بين المنزلتين ومخلد في النار. فقال لهم ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني من زنا، من سرقة، من بهتان، حاجات الحرام دي كلها، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا، يعني أقمنا عليه الحد أو ربنا ابتلاه بأمراض أو بمصائب علشان يكفر سيئاته، فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله. طب افرض أصاب شيء وما عوقبش في الدنيا، ربنا ستره، مش مطلوب ان هو يروح يعترف، وصكوك الغفران اللي كانت موجودة هناك في أوروبا لازم يروح يعترف عند القسيس، احنا عند المسلمين لا ما تعترفش يا سيدي، توب إلى الله، طالما ربنا سترك توب إلى الله في السر، ما تفضحش نفسك، ما تروحش تعترف ولا حاجة. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله. إن شاء يعني إلى الله، يعني يعني في مشيئة الله، العلماء يقول لك يعني في مشيئة الله، فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. باب من الدين الفرار من الفتن، غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا ورفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك أملنا، وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، وآمن الحجاج والمعتمرين في هذا الموسم يا رب العالمين، ووفقهم إلى الدعاء المستجاب والعبادة المستجابة، وأعدهم إلى بلادهم آمنين سالمين غانمين يا رب العالمين، وأمنا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين، ونخص بذلك الحرمين الشريفين، وأعد إلينا بيت المقدس يا رب العالمين، وارزقنا صلاة فيه قبل أن تتوفانا يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، عدد خلقك ورضا نفسك ورضا عرشك وعدد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.